بالنسبة إلى الأذكار، بالنسبة إلى التكبير المطلق أو المقيد في الأعياد، فلا يجوز أن يلحن. فما يفعل في تسجيلات توضع في مكبرات في البيوت أو في الأسواق أو ما شابه ذلك فليس من الشرع وليس من السنة، فإن السنة أن يكبر كل شخص بمفرده تكبيرا اعتياديا. كذلك الشأن في أذكار الصلوات لا تلحن، وإنما على المسلم أن يذكرها ذكرا بلسانه المعتاد دون تلحين، فإن التلحين وصف زائد على عبادة أتى بها الشرع، تلك العبادة تؤدى على حسب عادة الإنسان. ما هي عادة الإنسان؟ أن يقولها قولا اعتياديا. ولو كان فيها تلحين في هذه الأذكار أو في التكبير لنقل إلينا، فدل على أن الأصل أن يبقى المسلم على ما هو عليه. والناس إذا استحسنوا شيئا فإن الأبواب تنفتح لهم حتى يدخلوا فيما هو أعظم. وكذلك الشأن في التلبية، التلبية لا تلحن، فلا يلحن أي ذكر. ما أتى به الشرع نفعله، ما لم يأتي به الشرع نؤديه على حسب الاعتياد وعلى حسب طبيعة ابن آدم، على حسب طبيعة ابن آدم.